السلام عليكم. أسماك عائلة الرقيطة من الأسماك المتواجدة في البحر الأحمر والخليج العربي. تتواجد سمكة الرقيطة عادة بالقرب من السواحل وفي تجمعات الشعاب المرجانية. سمكة الرقيطة سجلها في البحر الأحمر والخليج العربي 9 أنواع. السمكة هذه ما هي مقبولة اقتصاديا، طعمها ولحمها غير مرغوب، بس شكلها ما شاء الله مميز، عشان كذا تتواجد في أحواض أسماك الزينة. هذه سمكة الرقيطة، لو تلاحظون النقاط اللي عليها زرقة عشان كذا هذه ذكر، الأنثى يجي نقاطها لونها برتقالي أو أصفر. أكبر حجم سجل سمكة الرقيطة في البحر الأحمر كان عرض أو محيط القرص حق السمكة 4 أمتار. رسالتنا الإرشادية لليوم لإخواننا السباحين والغواصين، انتبه لما تكون تسبح على الشاطئ أو تغوص، لا يغرك جمالها، لأنه يوجد في آخر الذيل الشوكة السامة هذه، ممكن أنها تتسبب بإصابات خطيرة وتهيج وشلل مؤقت في منطقة الإصابة لو أصابتك بسمها، وهذه هي الشوكة. سبحان الله. طبعا أنا لابس القفاز عشان كذا ما راح إن شاء الله تسبب لي مشكلة.